متابعينا مشاهدينا الكرام، نحن معكم الآن وفي تغطيتنا المتواصلة لهذا اليوم وهذا المساء الجميل الذي نحتفل فيه جميعا بزفاف عبد الرحيم نسيم. معي في هذه اللحظات وهذه الأثناء والد العريس ووالد فارس هذه الليلة عباس نسيم. في البداية نرحب بك عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب. حياك الله. حياكم الله، أهلا وسهلا، شرفتونا. في البداية صف لنا ما مدى سعادتك وأنت تقف بجانب ابنك في هذه الليلة المنتظرة، هذه الليلة التي كنت أنت بالتحديد تنتظرها. والله الحمد لله، في الحقيقة هذه الليلة يعني لا تنسى، شعور لا يوصف، أنه يعني أجد ابني يترك حياة العزوبية وينتقل إلى حياة الزوجية، لأن هذه الحياة هي التي يعني مفروضة لكل إنسان أن يعمل يتوجه إليها ويقبل عليها، فهذا شعور لا يوصف الحقيقة، شعور يعني ما أقدر أقول، يعني أتمنى كل الشباب إن شاء الله يقبل على هذه المناسبة السعيدة. أخيرا كلمة توجهها للشباب الذين لم يقدموا على هذه الفكرة، لربما ترك الحياة العزوبية والانضمام إلى القفص الذهبي والحياة الزوجية. والله بالعكس، الحياة الزوجية أحسن من الحياة العزوبية في الحقيقة، لأنه فيها استقرار وفيها يعني تكملة نصف الدين، لأن الرسول يقول من يعني الحديث من تزوج فاتق الله في النصف الآخر، فهذا الحياة الزوجية تعتبر نصف الحياة المجتمع. فنسأل التوفيق لجميع الشباب أن يتوجهوا إلى هذه الحياة السعيدة. أخيرا نشكر الأستاذ ووالد فارس هذه الليلة عباس نسيم على هذا اللقاء. الله يكرمكم، شكرا ما قصرت، جزاكم الله خير، شكر الله سعيكم. نشكرك.